وإلى الحملة التي قام بها عمدة الدائرة السابعة إخلاء الماكينة التجار العشوائية الممارسة من قبل بعض من التجار، مما تسببت في إحداث ازدحام ملحوظ على الطريق الرئيسي للدائرة السابعة. سعيد أحمد. تتمتع العاصمة نجمان بمساحة شاسعة، إضافة إلى جهود الحكومة عبر البلدية المركزية ومنها عبر بلديات دوائر العاصمة العشر، لكن بعض المواطنين خاصة باعة الخضروات والبقوليات وغيرها من البضائع الخفيفة يتعمدون وضع بضائعهم على مقربة من الطريق العام حيث يقصدهم الزبائن للشراء، وقد وضعت كل بلدية قرارات تنص بمنع الاتجار في تلك الأماكن، مع العلم بأن الحكومة التشادية شيدت أسواقا للاستفادة منها من قبل التجار. الناس بدلا ما يخلوا البترول ده يبقى ممر عديل للنازة، الناس بجوا بطلبوا السوق وحساوا سواء كانت دائرة سابعة دي كثيرة، يعني حتى الناس لسه عليها تشتم ده في القبال ده وزعنا لهم أسواق، أمشي أقول شافوا كيف وعدين باعوا مكاناتهم وقبلوا جو قاعدوا في الشارع، فعشان ده الخطأ من الميري ولا الخطأ من الحكومة، فالخطأ برجع للشعب نفسهم لأن هي جنا أراضي واسعة وزعنا لهم أسواق وهم قلوا الأسواق وجو قاعدين في الشارع، فعشان ده نطلب منهم أي واحد يقبل في مكان الأنطينة لو ده يمشي يساوي فوق وما يقول لنا في الجدران، وما نسمح لأي واحد يساوي في الجدران ونعاقبهم إيقاب حسب قوانين البلد. إذن مسألة إفساح الطرقات العامة وتفادي الازدحام لا تتم إلا بمشاركة الكل حتى يتسنى للجميع راحة التجوال دون التعرض إلى خطر حوادث المرور. وكما يبدو أن فكرة إخلاء بعض المتجرين العشوائيين من على الطريق العام أمر يؤيده التجار نفسهم. نظر ده سوف يكون في قدرونه ما بيدير بنا، هل نظر سوف في قدرونه ما يبدأ، هل يبدأ بكوتيني وبغض النظر عن الازدحام، وضع بعض المأكولات وبيعها بهذا الشكل أمر في غاية الخطورة من الناحية الصحية ويدعم انتشار الأمراض وانتقالها، فيا أخي المواطن وأختي المواطنة تحروا تجنب الأذى لنفسكم ولغيركم، فالوقاية خير من العلاج.